طب انت في رايك برضو، يعني احنا عارفين ان مستر اسوري وكابتن غير التركيبه الدفاعيه كذا مره، يعني تقريبا كل مباراه احنا لعبناها كانت بتركيبه دفاعيه مختلفه عن المباراه اللي قبلها. نعم. شايف ان ده كان سبب من اسباب ان احنا في تراجع كبير في اداء المدافعين عندنا؟ طبعا ما فيش استقرار في الحته اللي ورا، الحته اللي ورا مهمه جدا قوي 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 قوي. الاربعه اللي ورا دول مع حارس المرمى بيبقى في استمراريه ما بينهم مباريات كتير جدا 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 عشان تقدر تعملي حته التوليفه اللي ما بينهم وما بين بعض، وكمان يقدروا كمان يبقى في انسجام ما بينهم كتير، يعني عدد مباريات كتير. يعني انا بربط دايما الزمالك بالفرق اللي احنا بنمسكها، ودايما بقعد اتفرج على المباريات، طب امشي بالطريقه دي ولا اعمل الطريقه ديت، طب اعمل اللي هو بيعمله ولا لا. يعني لا، انت خلاص انت ربطت الحته اللي ورا، يبقى حاول اتمركز فيها. يعني الزناري عشان خاطر برضه المشكله اللي حصلت مع فتوح راح مغير الطريقه، راح جايب نضاي حطه باك ليفت. طب كمل بنضاي باك ليفت، خليه باك ليفت بحت خلاص، وخليه يشتغل ويعمل جبهه. ايه الفكره اللي انت غيرت؟ فحته ان انت رحت عامل الاثنين دول، انا قلت لحضرتك ان مشكله كبيره حته عبد الغني وحسام، مظبوط، كانت فيهم في مشاكل وفي اخطاء ما بينهم. عارفه لو كنت ممكن مثلا تحطي المسلوسي وتحطي حسام عبد المجيد وعبد الغني ناحيه الباك رايت، هنقول ممكن شويه، لان المسلوسي يعني انا قلت لحضرتك من البدايه لاعب تكتيكي وبينفذ تنفيذ بحت. انا شفت كوره في لي راجع سبرنت، كان يعني كان في هجمه مرتده سريعه، كان راجع سبرنت جامد جامد، يعني عنده قلب وعنده روح، فكنت ممكن تعمل الحته دي. يعني ده وجهه نظري. انما حته ان انت التشكيل اللي ورا والحته الرباع اللي ورا ده ما تلعبش فيه كتير، ما تلعبش فيه كتير، لازم يبقى في استقرار في الحته دي عشان يبقى في تجانس ما بينهم. مظبوط. طب كابتن حسام، يعني من وجهه نظرك ايه هي روشته علاج اخطاء الفريق في الفتره اللي جايه؟ بصي، يعني انا لازم نص الملعب ده يبقى مركز جدا مع الحته اللي وراه، لازم الطرفين كمان لازم يساعدوا الباكين الطرف بتاعهم. لو انا هلعب باربعه اتنين تلاته واحد، يبقى لازم الثلاثه اللي قدام دول اذا كان اوباما ولا زيزو ولا نضاي، الثلاثه اللي ورا اللي هو تحت بقى الجزيري او تحت ناصر منسي، لازم الثلاثه دول يشتغلوا حاجه. عنده شغل دفاعي وعنده شغل هجومي، عنده مهام دفاعيه وعنده مهام هجوميه. المهام الدفاعيه ما بتتعداش ال 30 40%، المهام الهجوميه 70 بقى و75%، يعني بتبقى اكتر من الحته الدفاعيه. يبقى يهمني قوي ان انا اساعد نص الملعب، ما يبقاش عندي مشكله في نص الملعب في الحته الدفاعيه. لازم اساعد اذا كان دونجا موجود ورؤى، اذا كان الاثنين اللي بيلعبوا في وسط الملعب مع يوسف اوباما. لازم اساعد باكين الطرف اللي معايا، لازم كمان التحرك من غير كوره لازم يكون فيها شغل اكتر، لازم الحته كمان الحته اللي قدام ان انا يكون عندي كثافه هجوميه في الحته اللي قدام لما بعمل الكروس باص من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، ودي مهمه قوي ان عشان يبقى في خطوره على مرمى المنافس ويكون في اهداف كتير.